ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. يلا بينا نعمل الفول المدمس اللي ما يخلاش من على سفرة السحور في رمضان. هو سهل وبسيط ومش هيحتاج معاكي وقت كتير. امشي على الخطوات دي بالظبط، مش هياخد منك اكتر من ساعتين. بتغسلي الفول كويس، وبعد ما بتغسليه بننقعه مش اقل من ساعتين تلاتة زي ما انت تحبي. كل ما انت نقعتيه اكتر كل ما هيستوي معاكي بسرعة. بصوا انا بعد ما غسلته كده هو سيبته نقعته لمدة 4 ساعات. بعد ال4 ساعات ده بقى شكله، هننزل فيه في القدرة بتاعتنا ونشوف هنعمل فيه ايه. بعد ما حطيته في القدرة وحطيت عليه المية، انا معايا عدس اصفر ومعايا فول مبشور و3 حبات من الطمط، هغسلهم كويس وهنزل بيهم على الفول، وكمان معايا طماطماية وهنزل بيها برضو على الفول ونرفعهم على النار. اول ما يغلي هنشيل الريم اللي عليه وهنوطي عليه النار. وبصي ده كده بعد ما استوى، شايفة جميل ازاي؟ والحبة بحبتها. ويلا بينا نشوف احنا هنقدمه ازاي. شوفي الحاجة العظمة ديت بقى، شوفي الحبة بحبتها ازاي، وشوفوا لونه الجميل. بصراحة مش مجاملة، هو كان طعمه تحفة. انا حطيت عليه شوية ملح وشوية كمون وشوية طحينة وزيت نباتي، مش محتاج اكتر من كده خالص. وبصي انا ضربت شويه في الخلاط وحطيت عليهم معلقه زبده وشويه ملح وكمون وبس كده، وبالهنا والشفا.